السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نتمنى ان الاعجاب ديالكم. وكما كتشوفوا هنا عندنا سيكتور 1 والعمارة 17 وكذلك الشقة رقم 17. كما كتشوفوا هنايا عندنا الصالة طويلة، هنايا عندنا الصالة طويلة. هذا الفيديو تحت طلب ديال المتابعين الاوفياء. المهم هنايا كنشوفوا الصالة راه مريحة وكبيرة. كنجيو لهنا كندخلوا الدوش والتواليت في نفس المكان. هنا مازال الاصلاحات، ما كملتش، يعني الناس ديال الشركة خدامين فيها. الله يسهل الامور، الله يسهل عليهم. المهم الفينيسيو صراحة مزيان، ما بيش فينيسيو هو هذاك. كنجيو لهنا كندخلوا هنا الكوزينة، اللي عند الكولوار. وكما قلت لكم هذا الفيديو راه تحت طلب ديال الاخوان اللي يطلبونا باش نصوروا لهم الشقق ديالهم. هنا عندنا الكوزينة، عندنا الكولوار. هنا هنايا كاين الشارع وكاين وسط الحي. كنخرجوا هنا من الكوزينة اللي عندها الكولوار. كما كتشوفوا الكولوار كنخرجوا من الكوزينة وكنمشيو للشومبر رقم 1. هنايا الشومبر رقم 1 هذا كيتسمى بيت نعاس. هنايا عندنا بيت نعاس كما كتشوفوا اخواني اخواتي ومشاهدي الاعزاء. المهم تقلت لكم شويه الفيديو باش تشاهدوا بوضوح وتشاهدوا الفيديو مزيان. المهم سمحوا لينا كنصور غير بالتليفون عادي. نطلبوا من الله يجيب لنا شي كاميرا وشي تليفون مزيان باش نبقاو نعطيكم كاليتي مزيانه ان شاء الله. هادشي الى حفزتونا ودعمتونا باش نعطيو اللي عندنا ان شاء الله، نعطيكم شي حاجه احسن. هذا بيت حتى هويا كما كتشوفوا. هنا عندنا بيت ثاني، بيت الدراري، كيتسمى بيت الدراري كما كتشوفوا. لي فينيسيو راه مازال ما كملوش، مازال ما لصقوش البيبان والكوادر. راكب غير الفوكادر، هذا الفوكادر مازال غير ركبوا عليه البيبان ان شاء الله، وغتكون نتيجة مزيانة وغيكون الفينيسيو مزيان. المهم كما كتشوفوا هنا قلنا عندنا الدوش والتواليت في نفس المكان، وعندنا الصالة وعندنا جوج بيوت. هنا الصالة راها كبيرة ومريحة. نتمنى الاخوان اللي طلبونا على هذا الفيديو نتمنى ينال الاعجاب ديالهم. هنا كما كتشوفوا الصاله راه كبيره ومريحه، صاله طويله. هنا غادي نخرجوا من الصاله رقم 17، عفوا الشقه رقم 17، وغادي نمشيو معاكم ان شاء الله للشقة رقم 18، كذلك في العمارة 17 السيكتور 1. هنا عندنا الشقة رقم 18، عفوا عندنا الشقة رقم 18. هنا الصالة عندها مربعة. كنجيو هنا كنلقاو الصالة وكنلقاو السيجور، وكنجيو هنا قبل السيجور كنلقاو الكوزينة كبيرة حتى هي ومربعة ومريحة. هنا مازال ما داروش، ما كاينينش طوابل ديال الكوزينة، ولكن ان شاء الله غادي يتم التركيب ديالهم ان شاء الله. هنايا عندنا الدوش والتواليت في نفس المكان كما تشاهدون اخواني اخواتي. كنجيو لهنا كنلقاو الشومبر. هنا بيت ديال الدراري، هذا بيت ديال الدراري.
نتمنى ينال الاعجاب ديالكم بهذا الفيديو. هنايا حنا تقلنا لكم الفيديو باش تشوفوا مزيان وتشاهدوا وتنظروا مزيان في الصاله وفي الفينيسيو وفي هذا الفيديو هذا وهذا الشقه هذه. كنجيو لهنا كندخلوا لهذا البيت هذا كنلقاو بيت ديال بيت النعاس. هنا عنده الباركون فينيسيو دايزو الكلام. هنا عندنا الباركون. هنايا هاد الشقه كتطل على حي ميموزا كما كتشوفوا. المهم تحياتي لكم اخواني اخواتي. المهم لعجبكم الفيديو ما تنسوناش بالدعم في هذه القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. قلنا هنا كاين الدوش يعني راه مازال الفينيسيو ما كملش غير باش تعرفوا شنو كاين في الجديد. المهم هنا عندنا الصاله. هنا عندنا الصاله كبيره ومريحه كما كتشاهدوا اخواني اخواتي. المهم الاخوان هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو. نتمنى الى الاعجاب ديالكم ولا عجبكم ما تنسوناش بالدعم في القناه. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله.